ترجيت وقلت له بترجاك افتح لي وما فتح لي. استنيت شوي قلت بجوز يفتح، بس هو خلاص ما عاد بده يعني، نسيني علي. خلص طولي بالك ولا يهمك روقي ولا تحكي هذا الحكي. المهم هلأ صرنا منعرف وين ساكن وشو عم يعمل كمان. لا تخافي رح تصالحي، وإذا ما رضي يصالحك أنا بروح وبحكي معه رح يرضى أكيد. ماشي لا تبكي، خلص خلص روقي. مرحبا يا حلوين. أهلين نورة. أهلين فيكي. لك هذا أنت على أساس بكرة لحتى تيجي على البيت؟ ايه قلت بعملكم مفاجأة وبيجي اليوم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك علي. نور البيت، أهلا وسهلا، كأنه أمورك ممتازة. لا مبين ما فيك شيء، أحلى من الأول. شكرا علي، عيونك الحلوين. شو ملا كيفك؟ ليش عم تبكي حبيبتي؟ لا تكونوا متزعلين؟ لا القصة أنه أبوها زعلان منا شوي، قصدي مو منا هي، يعني هيك موضوع عائلي بس معقد شوي. رح أحكي لك الموضوع. بابا إجا على عرسنا وشافكن ومن وقتها زعل مني وصار يهرب وما عاد بده يشوفني وهيك. طبيعي يهرب منك، ومنيح اللي ما اجته أزمة قلبية بوقتها، يعني مين بيشوف هيك عيلة وما بيهرب منها. طيب رح أترككن هلأ وبتمنى تنحل هالمشكلة بسرعة. يلا على الأكل بشوفكن.